صباح الخير عليكم، صباح النور الورد والياسمين. كنتمنى لكم نهاركم يكون بخير وعلى خير ودائما دائما بوزيتيف. الوصفة اللي كنتو كتهضروا معايا وهضرتوا معايا في اللايف وكل شيء كيتناقش معايا اسيا دايرين وصفة ديال ضد الشيب. هاد الوصفة كديرها اختي وفاء، انا ما فيهاش شيب صراحة، فيها شي وحدين هنايا، وحده هنا وحده هنا بكالكرون جديف عليا اختي، فيها الشيب كثير، وهي اللي كدير هاد الوصفة وهي اللي عطاتها ليا، و100% مضمونة خطيرة غزالة غزالة. باش كنحتاجو؟ كنحتاجو المقادير اشنا هما طبيعيين، البصلة الحمراء، كنحتاجو غير هاد القشرة بوحدها، هاد القشرة اللي كتكون الفوق اللي كتكون رقيقة بوحدها هي اللي كنحتاجو ليها، وكنحتاجو الشيء الاسود. عرفت بان هاد الوصفه كيعرفوها بزاف تاع الناس، ولكن حيت هضرت معكم في اللايف شفت بان الاغلبيه ما عارفينهاش، داكشي علاش انا قررت بانني ندير لكم الفيديو اليوم. يلا تبعوا معايا الطريقه وغادي نفسر لكم كيفاش تقدروا ديروا طريقه الاستعمال. اول حاجه غادي نحتاج، غادي ناخذ كاسرونه صغيره، غادي ندير فيها جوج معالق كبار ديال الشيء الاسود، وغادي نشد هاد البصله، غادي ناخذ غير هاد القشره هذه اللي كتكون رقيقه، هذه اللي غادي ندير، غادي نرميها. وانتم شوفوا كما قلت لكم ديك النهارات، قلتوا لي اسيد درنا اليوتيوب، درنا اليوتيوب، انا يلاه دخلت دروكا ودرت اليوتيوب جديد، ها هو دروكا دخلوا عندي، سميتو عالم اسيا، عالم اسيا. يلاه كي بديت يلاه البارحه انا حطيته، دخلوا عندي مرحبا بكم، وراه عندي حتى في لاباج لو ليان ديالو، راه تقدروا تدوزوا ليه ديريكتومون، لان دروكا باقي يلاه يلاه باتيه يلاه باتي في اليوتيوب. مرحبا بكم كاملين. الوغ من بعد هاد القشره محيدها، غادي نطيبهم في الماء حتى يتانفيزو مزيان 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 مزيان. نرجع معكم، ودابا هاني حطيتو، انتما درت الماء شويه قليل، وغادي نخليه يطيب لمده 10 دقائق على النار اللي كتكون مهيله وخفيفه، ومن بعد نرجع معكم. الوغ من بعد ما طاب مزيان، غادي نخليه منقوع لمده ساعتين حتى كيبرد مزيان 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 مزيان. ودروكا من بعد ما برد ليا، غادي نشد واحد القريعه اللي كتكون بخاخ اولا رشاشه بحال هكذا، غادي نديرها في وسط منها. عرفتي وصفه رائعه، ولا بغيتو تفسير كامل غادي تدخلوا عندي العالم اسيا في اليوتيوب ديالي، مرحبا بكم في الجميع. الو طريقه الاستعمال كنديروها على البلايص، على النهار كامل كنديروها على الشيء. فوالا صباحكم مبروك، مرحبا بكم كاملين.